السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. توحشتكم وجيت نهضر معاكم هكا بوجهي، حيت ملي كندوي معاكم بحال هكا كنحس بكم قراب ليا اكثر ما كنبان غير يديا. المهم كي دايرين؟ لاباس عليكم، اش اخباركم؟ كي دوزتوا 10 ايام الاولى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده يا ربي، وال10 ايام الثانيه تكون ان شاء الله مغفره، وال10 ايام الثالثه تكون عتق من النار يا ربي، ويكونوا الجوامع تحلوا ونمشيو نصليو ان شاء الله التراويح. كما كتشوفوا انا لابسه في العبايه ديال الصلاه، بغيت نطلع للسطح واحد شويه ناخذ واحد شويه الشميشه حيت عندي نقص ديال فيتامين دي، باش نخرج الزنقه بزاف. غنطلع للسطح نجلس واحد شويه ونهبط ان شاء الله نوجد الفطور، لان الكوزينه باقا كتشطح وكتردح وباقا الدنيا مرونه، ونهيلة كل شويه كتشوف المشرجم هذاك هو المتنفس الوحيد ديالها. وانا نطلع دابا للسطح ياكم ونجي ان شاء الله ونتلاقاو. يلا خليت لكم الراحه. غادي نبدا دابا بالكوميرا البنات الصغيور، هو بغيت ديروه كبير ديروه كبير، هو اللي زوين فيه انه ما كيتعجنش وكيجي زوين بزاف. دابا انا غنعجنو مع الثلاثه وتا الخمسه عاد غنشكلو حيت كيبغي ساعتين الخموريه. دابا عندنا الوقت، حنا موجدينو غير الفطور. عندي البنات هنا جوج معلقات صغار ديال السكر سنيده، وعندي معلقه ديال الملح، وعندي الخميره معلقه ونص الخميره. انا كنعبر كلشي غير بهذه بالعاشق الصغيره، ماشي العاشق المعلقه، كاين اللي ما كيعرفش شنو هي العاشق، وحنا كنقولوا العاشق في كازا. عندي النص هنا نص معلقه اخرى، هي معلقه ونص. وبالنسبه للطحين درت 600 غرام، هي 6 كيسان ديال الفورس، العبار بكاس العنبه. بالنسبه للماء انا غنعطيه لكم بالعبار بالكاس هو. خلط النواشف كاملين، الماء البنات يكون دافي ماشي بارد ماشي سخون بزاف. منها كاس الاول، كاس الثاني، تقريبا 3 كيسان ديال الماء. العجينه راه كتكون مطلوقه ما كتكونش مجموعه، نخلط غير بهذه ما نديرش كاع يدي. ممكن ديروا نص فينو ونص فورس لكم الاختيار، ممكن ديروا تبعه حتى بالخبز القمح، ديك القمح الكامل تا هو ممكن ديروا به، ولكن ضروري ما تدخلوا شويه الفورس باش يجيكم طالع. ها هو راه ما فيه لا محسن لا والو، وزوين تخلطوا مزيان حتى ما يبقاش طحين ناشف، كلشي تخلط صافي. ندوزوا لواحد البليصه تكون هكا في الكوزينه مطرفه، ونغطي فيلم المونتير ونحسب ليه ساعتين بالحساب. شوفوا عجينته كي دايره، وما تخافوش منه راه هو ما غاديش يمحن لكم، انتما غتشوفوا كي غندير ليه صافي. دابا غادي ندوز نقطع واحد شويه ديال الصدر ديال الدجاج، عندي هو الاخير اللي بقى، تمشي ان شاء الله نجيب الدجاج. دابا راه رخيصه البنات، دير 210 220 باش كان بسباته، هنا باقا ما خرجش باش نشوف. كنا خديت 8 ب 4000 ريال، 8 دجاج ب 4000 ريال، حيت الصدوره وحيت هذاك الشيء، والله الا باقي عندي الان كنصبيه مريقه ويلا سالي ليا الصدر، وخدمت به بزاف بزاف. غنغطي فيلم اليمونتير البنات صافي، غنخليها ونرجع معكم. غادي ناخذ هنا البنات هذاك الطريفه ديال الدجاج انا قطعتهم، وغادي ندير واحد المعلقه ديال السوجا، واحد المعلقه ديال مطيشه ديال الحك، ونجربوا هاد العطريه هذه اللي غندير فيها الدجاج، وقادوها بنفس الطريقه وتشوفوا كي غايجيكم. مغاير تماما على الحشوات اللي كان مغاير تماما على داك الدجاج اللي كندير، واحد المذاق كيجي زوين بزاف. هنا عندي الثومه غبره، هنا عندي واحد المعلقه صغيره تقريبا ديال التحمير ديال الفلفله حاره، وهذه راه عدات الشنعه ديال الحاره، راه ما حاره ما والو، ولكن كتعطيني واحد لوكو زوين ديال الفلفله. هنا التحميره واحد المعلقه صغيره، واحد شويه ديال زيت الزيتون ولا الزيت العاديه اللي بغيتو نتوما، وغندير شويه الملح، وغادي ندير البنات واحد شويه ديال الحامض معصور. جيتي اختي على السلام، الله يسلمك. يلا سير سير، فين كنتي غلطتي؟ الشرجم عشتي هاجم ماما كيضاربوا هاجم ماما ربي. حنا الا واحد توريك شلون حضي. دابا حنا شفادنا اختي انك تبقاي تتبدلي. شوفوا هاد الحامضه مسكينه شحال ناشفه والو. وغادي ندير واحد الجمعه الكبار ديال الياغورت الطبيعي، كيبقى اختياري ما بغيتوش ما ديروش، ولكن كيجي زوين بزاف. غندير غير بهادي تقريبا واحد نص حك، هذا نخليه نقادو به شي حاجه اخرى صافي. غادي نخلط
صافي غادي نخلط ونغطيه لي بواحد الفيلم اليمونتيغ ونخليه تي قرب الاذان. صافي البيض غير برا هنا ولا في الثلاجه اللي بغيتي، هو كاين الحال سخون ديروه في الثلاجه. صافي تي قرب الاذان ويطلبوا عندي دوك الكميرات اللي قلت لكم وغنحطهم تيجيو فني فني فني. صافي يلا نجمع الدنيا ونرجع نتلاقى. وبما ان البنات انا عندي الوقت وواقع ديال الوقت وشايط الوقت غادي نقاد واحد الحليوه، واحد الصابلي زوين ديال 10 دقائق ساهل ما فيش المقادير كثيره وغادي يعجب وليداتكم ان شاء الله. عندي كاس تاع سكر سنيده ونفسه غنعبر به كاس تاع الزيت، يا اما بغيتو ديروا الزيت مخلط مع الزبده يا اما ديروا الزيت بوحده نتوما واش بغيتو. انا هنا ذوبت شويه الزبده والزيت، كتعجبني داك المذاق ديال الزبده في البسكويت كيجي زوين. ها هو شفتو ما نديروش دابا، نخليه حتى يبرد لانني عطفيت عليه دابا العافيه. وغادي ندوز دابا ندير جوج بيضات، المقادير بسيطه بزاف وبسكوي كيجي فن. غنجرب نيت واحد لاباراي، جرب نيت واحد الاله ديال البسكوي شريتها لان ما صدقاتش غنخدمو عادي دايره واحد الضجه. انا شريتها غير 50 درهم صراحه، والله كيديروا كاين واحد الموقع ديال شي 200 درهم واقيلا، هادي لا 200 درهم انا ختمت من بيهم ب 50 درهم. هذا البنات واحد شويه الفاني كيعطي واحد المذاق زوين. صافي هادو هما المقادير اللي كاينين، جوج بيضات، كاس تاع الزيت ما بين الزبده والزيت، وكاس تاع سنيده، والطحين على حسب الخليط، ما يكونش البسكوي قاصح باش ما يجيكمش كارم، يكون بين وبين. بقى سخونة الزبدة بلاتي ونرجع معاكم. غادي البنات نشد هاد الزبدة وهاد الزيت وغادي نبردهم مزيان ونديرهم هنا ونزيد الخمارة ونزيد الطحين. مثلا هيدا الطحين سمحوا لي على الصورة، غادي شارجي ليا التيليفون. زدت هنا خميرة يا البنات، صافي غنبدا نزيد في الطحين بشوية بشوية، داكشي لي هزات لي ديال الطحين غنخدم به. قصي تعلمت من صوب باقيلا يا حلال، واقيلا 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 خصك تعلمي. علاش أنا كختي واقيلا علاش؟ هذا هو القوام اللي بغيت، كتلصق شديد ومطلوق، غادي نجمعها ونبدا نشكل فيها ونتلاقاو إن شاء الله. صافي يا البنات انا رجعت شكلت شكلت الحلوه، غير بغيت نشارك معكم زعما هادي ساعه زيرو، الا هي كاينه شي ماركه غاليه مزيانه الله اعلم، المهم ندير 50 درهم ما تشريوهاش. ما خرجت ليش وحده ما خرجتش ليا، غير الا بغيتو تعصبوا ديروها. خديت هكا درت كويرات انا تقريبا راه ساليت، خرجت ليا هاد اللاطه وكما شفتوا المقادير بسيطه بزاف. خديت هادي درتها كورتها هكا ودرتها سنيده ودرت لها بحال هكا بالموس. ها هي وحده غنخليها غير هكا سامبل، بغيت نديرها في الكونفيتير ونديرها في الكوك، ووحده غادي ناخذها نديرها في سنيده وغادي نرشمها بهذا المرشم هذا. ووحده غادي نديرها في سنيده نيت ورشمها بهاد المرشم. ما مديش على البوطاجي راه مرون حيت بقيت كنجرب في هذوك، ايوا حتى وحده ما خدمات. غادي نوريك ونثبت تخرج ليا العجينه من هنا باش تجي باينه الرشمه، اما الا وركت غير هكا خفيف راه ما كتبانش. هذه غنعاودها حتى هي صافي، وبقات ليا تقريبا وحده انا غنديرها بالمعلقه. صافي غندوز نشعل الفران يسخن مزيان ونقصو ونخليها تطيب. من اللي يبغيو هكا شي حليوه نعطيوهم وحيده ولا جوج حسن من داك البسكويت الزنق. ها هي درتها غير بمعلقه. صافي انا غادي نديرو يطيبو ونرجع دابا ندخل البوطاجي ونمشي نصلي العصر حيت ودن ونرجع نقادو الباريزيان ان شاء الله. البنات وصلتني واحد شنقولو نقولو كادو نقولو تدويقه، وصلتني واحد التدويقه مع واحد المتتبعه وهي في الاصل حلاويه وملفه كتصيفط ماماها كل عام حقها، وكاين هذا العام نظر الظروف ديال البلاد ما صيفطتش ليها وقالت لي انا كملتي كما ماما، هي تجيب لي مسكينه حقي ديال الشباكيه. يلاه جابت لي وشات ضقت منها ريحانه راه هزو منها. وهذه بوشنيخه ها هي زوينه كتبان زوينه، وهادي بقلا مقروط المقروط الوجدي، انا عمرني ما دقت هاد المقروط اول مره غادي نذوقو.
غنبغي نقول لها ابتسام شكرا لك بزاف بزاف، تبارك الله عليها، باقا غير صغيره وحاذيه كتخرج من ايديها. شنو نقول لكم؟ الشهد والله. نبغي نقول الله يخلف ابتسام، وشكرا لكم نتوما البنات كاملين كاملين. المهم انا اي حاجه نشاركها معكم، حيت غنحطها في الطبله وغادي يسولوني الاخوات تقول لي واش قاديتي ولا واش شريتي. انا ما شريتش وما قاديتش، صافي غير شاركتو معكم غير باش تشوفوا هذا الفطور تعرفوا منين جاني، راه ما شريتوش. يلا رجعوا للكوزينه ورجعوا للشقه. دابا البنات الخمسه شوفوا العجينه كيخمرات وما فيهاش الخميره بزاف كي شفتوا. صافي دابا راه تشبكات، دابا هكا تجينا زعما لداخل، تجينا بحال هكا مشبكه وزوينه. هاهي انا غادي نهبط داك البرد اللي فيها غنبدا نشكل فيها. دابا انا بديت كنشكل في الباريزيان نقول كملتو، درت شويه ديال الطحين هنايا وكنبقى غير هكا دايره معكم شحال من خطره، نحط لكم شي فيديو فيه بالتفصيل كيفاش كنجمعوهم هكا. صافي انا درتهم غير صغيورين تقريبا، غادي نطيب فيهم دابا حيت خامرين، غندير لاطا الاولى. صافي وهاد الثانيه درت هنايا ستة ودرت تما ربعة، هي عشرة د الباريزيانات اللي خرجوا ليا، وممكن تكبروهم على حسب. تحسو هكا بيديكم كيتلصقو ديرو شوية طحين صافي، وخلوه مرخوف على البنات، راه هو هديك هديك مطلوق هكاك باش كيجي الباريزيان خفيف وزوين. صافي الحلوة راه خرجات غنوريها لكم. هيا لاطا الاولى البنات درتهم بعدين حيت كيخمرو حيت كيكبرو شويه، غادي ندهن لها الوجه ديالها بالزيت، وغادي نجيب هنا واحد زوار هكا جديده غنضرب وحده من الوسط وحده غنضرب هكا. صافي انا غندير هادو حتى همايا وغنشعل العافيه. الباريزيان تكون في الاول الفران سخون بزاف بزاف، ومن بعد نقصو، ماشي نقصو ثاني بزاف نقتلو البوطه، ولكن نقصو شويه. غادي ندير هاد البطا ونمسح هاد البطاجي كامل ونرجعو نطلقها. هاي الحليوه يا البنات شفتو كي جات، كتفنى شوفو كي طابت وخفيفه على مزويناتها. انتم هادي كلها طيبه من التحت كلها كتجي طياب واحد. انا غادي نقادها في بواطه ونقاد هادو ونرجع معكم. هاي البنات جبدت الطبيسيل، هذا كان جاب لي صاحبتي تيكا من بلجيكا مسكينه، هرسو لي واحد وبقى واحد خزنتو يلاه جبدتو. واحد الاخت قالت لي تفكري زكريا، والله اختي ديما مفكراهم فيما كنقاد شي حاجه كنصيفط لهم نصها، كتدي لي ديك البنت اللي قلت لكم كدير لا ليفغيزون نوره، صراحه مسهله عليا الله يسهل امرها. المهم البلايص اللي قرابين 20 درهم واللي بعادين 30 درهم. صافي نوريكم كيفاش من الداخل بعدا، ورطبه فنة نعطي الريحانة حليوه ديال ريشمون كتعجبها. ريحانة هاك تعجبك هادي؟ هاك كل هادي الهرس بحالها وكلي هادي. ما غيبانش لكم واقيلا الباريزيان مع الشميشه، ولكن راه محمر غنقطعو تشوفوه كي جا من الداخل. جربوا بهاد الطريقه وردوا عليا كيجي فن. الاخرين راهم باقيين البنات في الفران بقي ما طابوش، غادي ما يدا غنقي السلاوي وغادي نصبطو يجي حدايا. صافي وهنا جبت السلاوي بغيت ندير به المريقه ونتسنى داك الكومار يطيب باش نطفي عليا الفران وصافي. ونقطع شويه الخس شويه مطيشه، ما غاديش ندير الخضره مسلوقه حيت كاين المرقه، غادي ندير مريقه هكا. المرقه غنحطها مع ديك العشرة، بغيت نبدل زعما وندير فطور ولكن واحد العاده ديال واحد 20 عام لا اكثر، واحد العاده ديال واحد 24 عام وجيت تبدلها في نهار ما يمكنش. ما سو كتلحق وبقيت الطاجين كيسولوا عليه، واخا كنحطو في الفطور ما كياكلوش، الفطور كيبقى هو هو. داكشي باش غادي نصبو بكري باش شي نجلس، مابقاش نصبو بكري وفي العشيه نجلس، يعني ما يبقاش عندي شي حاجه كثيره، نشوي الفلفله وكلشي نديرو دابا. يلا خليكم معايا. شوفوا يا البنات ملي كيجي الخير كيجي دقه واحده. والله دابا عيطت ليا سلمى في التليفون قالت لي هبطي هبطي عندي، صيفط لها انا وهي الفاطله انتي، قالت لي ممنوع ممنوع نطلع انا ممنوع تهبطي انتي، صيفط لي غير شي حد عطيه شي سخره. سلمى من قناتي انا وحماتي، كانت من القنوات اللي كانوا ساهموا معنا في القفه ديال رمضان، اللي كنا تقدينا مجموعه ديال التقديه وعطيناها لشي ناس، وكانت هي منهم، وكانت ما عطاتش الفلوس، كنت عطيت الفلوس عليها انا حيت كانت بعيده عليا وما كاينش كيفاش تجيبها ليا، وكان وقع داك المشكل ديال الحجر الصحي اليوم مسكينه عجبت ليا الفلوس هي يعني تبقى في يدي، هي تجيب لي معاها الشباكيه، قالت لي تبقى حققت الشباكيه. وداك النهار كنت شفت عندها التقليه، كانت دار التقليه في رمضان وانا عزيزه عليا التقليه بزاف، وكنا كنجيبوها من 17 ودابا بما انا الطريق مسدوده، قالت لي راه الوالد تاعك كيجيو من عند شي واحد كيعرفو، كيعرف با كيعرف شي جزار كيجي من عنده التقليه زوينه.
قلت لها بغيت واحد الكيلو، وانا ما كنبغيش فيها داك، قلت لها بغيت فيها الريه والكرشه، وجات عليا ومضاو العشق. هي شاده مني با كنحماق عليها انا ومصطفى صافي. جات في مسكينه كيلو ديال التقليه، غنبغي نقول لها شكرا انا سلمى بزاف بزاف، وسمحي لي انا جيت لهم مطلعتش عندي ما فطرتيش عندي، ولكن ان شاء الله ان شاء الله من يحيد هذا الحجر الصحي غادي ندير ان شاء الله شي جلسه كامله، وغادي نجلسوا غتكون واحد المناسبه عند سلمى وغنمشيو عندها ان شاء الله باذن الله، ونتمنوا لها الشفاء العاجل لوليدها يا ربي. يلا هذه ما نغسلهاش دابا البنات، غنغسلها مورا الفطور حيت دابا غادي خاصني نكمل نهاري، نكمل شقايه انما غنديرها في شويه الماء دابا والحامض ونخليها. ريحتها ما فيها لا ريحه لا والو انت اختي، فين هي والله الريحه ما كاينه فيها هي البنات، على مزويناتها قريجيطه كرشوطه ماشي قريجيطه الريه الكرشه اختي بيضه على مزويناتها هانتي ماما راه في قمة السعادة دابا. ها ويلي 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 عزيزة عليا وحق الله إلا كنحماق على التقلية البنات، شي حاجة اللي كنحماق عليها بزاف بزاف. يلا اللهم أدمها نعمة وحفظها من الزوال، حيدا من الشيشة نرقدها في البانيو ونمشيو نكملو شقهنا. صافي هنا البنات رانا درت دوك القطيبات ركبتهم هنا، درت الجويدات ودرت فيهم القطمان ديال الدجاج باش يجوني هكا باش نكون كنطيب فيهم يجوني كما تنقولو في الطحين يجو جالسين يجو متكيين ما يجيش عوجين كيجيو هكا زوينين. وهنا خديت شويه ديال الفريز، جبت مصطفى يعاوني خديت شويه ديال الفريز وزدت عليه واحد الكاس ديال غور ديال الفريز، وغندير اللبن كيجي زوين هذا العصير باللبن كيجي احسن من الحليب. وغندوزو دابا باش نطيبو هذا الشيء اللي قلت به، غادي ناخذ غير هذه المقله ما غندير لها شويه لا بانيني لا والو، غندير لها شويه الزيت هكا. ما درتش اليوم الحريره ما درتش الحسوه ما بقاوش بغاوها، صافي هادشي اللي كاين هانتوما هدا هو فطوري راه ما زدت عليكم ما قصت عليكم وصافي، وغادي كل العشاء ان شاء الله كل عافية البنات من القوطة كيطيبو على خاطرهم، واخا ما تكونش عندكم هاد المقلة هادي هو غير المقلة العادية. صافي خليتهم تقريبا واحد 3 دقايق هاكا غنعاود نقلبهم هاكا، البنة راه منعاودش ليكم هي جربو شتو البنات كي تيجيو مع السنين كيجيو فني الأولماضغ كيجيو زوينين. صافي كما كتشوفو حبيباتي هدا هو الفطور ديالنا، هذيك الشواليه درتها هي الفستانيه حتى هي العروسه ديال الطبله وصافي الحليوه ها هما حطيت هنايا، هنا لي شبوندو هنا لي شبوندو. هذه دا عليا فيها الكونفيتير حيت باقي ما جمدش، درت كل وحده فيها واحد شويه الكونفيتير تما، والبيض مسلوق وها الباريزيان البنات شفتو كي تيجي كيجي فن غير جربوا والله تغزل وساهل بزاف بزاف. ها انتم شفتوا شحال طابو زوين، وغنديروا في وسط ان شاء الله هاد القطيبات. انا الصراحه بغيت وحيده غندير فيها بيضه مسلوقه وفرماجه كتعجبني. ها انت مصطفى كوب العصير، شوفوا الخصوليه ديال العصير شحال صافي كيجي زوين البنات هاد العصير كيجربوه. حطيت هنا الماء على قولة الله اكبر، الماء غادي يفرقوا به الصيام، وعاد كاين الحليب اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال، ما كاين لا حريره لا والو كما قلت لكم، ولكن كاين واحد الطويجين كيطيب دابا نكملوا معكم ان شاء الله في العشيه. يلا سمحوا لي البنات وبصحتكم فطوركم وفطورنا. من بعد البنات ما فطرنا وصلينا المغرب غادي نجي نجلس نتفرج في المسلسل اللي كيعجبني الصراحه ياقوت وعنبر، شفتوا متبعين ولا لا؟ كنشوف شويه هادو كيضحكوني واحد شويه. صافي نبغي نصلي صلاه التراويح جماعه ثاني ان شاء الله، وديك الساعه نكمل ثاني الشقه. طلع داك الطويجين راه خدام تيتقلى، مع درت غير بصيله مليحه والحيمه تقلى واحد شويه نزيد السلاوي حتى هو ان شاء الله وصافي. انتما معايا ها هو البنات الطويجين، قليت ديك الحيمه كما كتشوفوا قلت معهم بصيله، وزدت شويه البزار شويه الخرقوم شويه ديال السكينجبير وستفت السلاوي، نخليه شويه مع الرويش حيت كيطلق الماء يطلق شويه الماء، ونطلع عليه شويه ونزيد واحد شويه الفلفله مشويه وشي جوج بطاطات. شنو غنديرو كيبغيو الدراري بطاطا تقريبا الريحانه كتبغيها ومصطفى، اما انا كيعجبني السلاوي مع الفلفله كيجي زوين. نطي اختي من نعس ما كينعستي ها الريحانه تسمع الفطور. مصطفى كيشوف الفلفله شويه الفلفله الاولى ولا الثانيه، قلت له داري نولي درجاتي فيا ما نوض وقف، قال لي عقلتي كانت اختك حنان دابا كنا فاش كنا كنجيو مراكش ولا منين؟ لا كنت مشيت لمراكش كنت ساكن هنايا قبل ما تمشي لمراكش. تمشي واقيلا للمخباز وكنت بقات معانا واحد الايامات هي كانت كتقلي في الفريز. لا كنت سافرت لمراكش. ايه وقعت معانا. وقعت معاك. جاتي تقول لي اجي مصطفى انت كتعرف. دابا كنت كتقول لي خطيره حنان، كتقول لي حنان كتعرف تشوي الفلفل وكتقادو وكتمشي معاه من الجنيبات كاملين، وهو ملي كتقول لي كيفرح. كنت بحال دوك العدو اللي يضربوها كنت مشي نجري.
لا كيقول الله كندير شي حاجه زوينه، ولكن بصح بحق الله هو دابا كيعطيها الخاطر تيقلبها من هنا يقلبها من هنا. بصح عري عطلها جي نشوف عري شوفوا فين وصل. هانتوما البنات راه كيطلق الماء، غادي نزيد البطاطا قشرتها ضروري ما نزيد بطيطها، وغندير هاد الفلفله من الفوق وندير شويه المعدنوس والقزبر طالعه ريحته فنه. صافي يا البنات هاي العشيوه طابت، حطها لي دابا تقريبا 12 هذه تعشاو، حيت في الفطور تقريبا قطبان نبقاو شي ثلاثه ما تكالوش كلهم، وكلاو خبيز فيه البيض والخبيزات شاطو ربعه درت واقيلا 10 شاطو ربعه الخبيزات الكميرات وهذا البطبوط صيفطاتو ليا امي. دابا انا وامي كنديرو التبادل، هي كتصيفط ليا البطبوط وانا كنصيفط ليها مسمن بريوات داكشي واد ما تقدرش ديرهم هي. الله يحفظ كل وحده مهمتها. والله راه كتسلم عليكم كتقول لي كديري الدريات، كنقول لها لاباس عليهم. ايوا وصافي ان شاء الله يتفكر الحاج ونمشيو عندها ونديرو شي فيديو ان شاء الله من عندها. هي المريقه جات ناشفه، داك السلاوي راه طاب هو مش الزبده، وراه زوينه هاد المرقه غير ديروها البنات والله الا كتجي فنه في المذاق. وشارت لي القبيله شلاضه من الفطور حطيتها دابا، ومني غنتعشاو ان شاء الله ناكلو شويه الديسير ولا هكا فلون. صافي هادشي اللي كاين، ما درتش عصير دابا غنكمل العشاء، وانا مازال تابعني الشقه تابعني نمشي ندير التقليه، نمشي مازال نقي الكرشه ونوجدها ان شاء الله ونحاول نطيبها غدا الا كتابت في النصيب الا كتابت في الرزق. ونتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم. السلام عليكم، خليت لكم الراحه وفي امان الله.